بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ كلامنا بالصلاة على النبي أشرف الخلق أجمعين. حلقة في السريع كده عن أبرز ما حصل النهارده في الدوري المصري. كان مباراتين، الزمالك والمحلة في المحلة اللي انتهت 2-1 لصالح المحلة، ومباراة الأهلي والبنك الأهلي اللي انتهت بفوز النادي الأهلي 1-0. بس أهم حاجة عايزين نوصل الفيديو ده لأكبر عدد من اللايكات، واللي لسه ما اشتركش ينزل حالا يشترك في القناة، وهستنى رأيكم في الكومنتات. ليكم معايا، ما تروحوش في أي حتة تانية. ورجعت لكم من تاني. ماتش الزمالك وغزل المحله يتلخص في توابع مباراه القمه، خساره كبيره اللي خسرها نادي الزمالك قدام النادي الاهلي 3-0 من 3 ايام، وبعد قرارات مجلس الاداره اللي اقتنعوا فيها ان هو فيريرا هيمشي بعد ماتش فاركو، فكان طبيعي ان ده يبقى الاداء من مدير فني عارف انه كده كده فاضل له ماتشين او ثلاثه ويرحل عن الفريق. الراجل في الاخر برضو، لان كل طلع قال له ان هو غير خطته، ان هو كان بيلعب باربعه ورا، وان هو بيتفزلك، وان هو الموسم اللي فات قدم احسن اداء بخطه 3 4 3. طب الراجل اللي قابلكم النهارده 3 4 3 وانتم مش قادرين تفهموا ان مدافعين نادي الزمالك اتكشفوا قدام النادي الاهلي، ان الزمالك ما عندوش خط دفاع. ممكن يبقى خط الزمالك قوي فرديا، يعني كل لاعب قوي لما يكون لوحده، لكن الترابط بتاع الثلاث مدافعين، الثلاثه بقالهم كتير ما لعبوش ثلاثه، او بقالهم كتير او ما بيلعبوش اصلا مع بعض، تحس ان كل واحد مش فاهم الثاني. يعني دفاع الزمالك النهارده اتضرب في 19 دقيقه في ثلاث هجمات جه منهم جونين، وهي نفس الاخطاء، اللعيبه ما بتقفش على خط واحد، فبيبقى في لعيب مغطي التسلل متقدم اول نص الملعب. فاحنا لاحظنا اي سرو بيتلعب او اي بينيه بتتلعب في خط الزمالك بتبقى من بدري قوي، يعني لا هي الخط راجع لورا شويه انه حتى يلحق محمد عواد ان هو يلعب دور الليبرو قدام الثلاثه، او حتى ان هم يبقوا على خط واحد او يضربوا مصيده التسلل، لكن كانوا بيلعبوا دفاع متقدم قوي. كان سهل جدا عبد الباقي جمال اللي محدش ذكره النهارده واللي محدش اداله حقه في ان هو يستغل المساحات اللي في ظهر نادي الزمالك، يستغل في ضعف الترابط بتاعهم ان هم يقفوا على خط واحد، فقدر يضربهم في كورتين سواء بهدف جبريال اوريك او هدف احمد الندري. الاثنين يعتبر جمله متحفظه في التدريب، ان الزمالك بيلعب بدفاع متقدم، بيلعب بدفاع سايب مساحات وراه. حتى فيريرا ما استناش للشوط الثاني عشان يعدل الخطه، او فمع الدقيقه 36 بدا ينزل تغييراته، شال الزناري ونزل مكانه دونجا عشان دونجا يلعب جنب رؤى في نص الملعب، ويرجع سيد نيمار اللي كان بادئ جناح شمال في الاربعه اللي في نص الملعب راح باك يمين، وراح جايب عمر جابر باك شمال، واكتفى بمحمد عبد الغني وحسام عبد المجيد. خلص الشوط الاول وخلاص، يعني كده كده اصلا 2-0 للمحله، لعيبه المحله خلاص مش عايزه حاجه تاني من الماتش، فخلصوا الشوط الاول 0-0. في بقى دفعه معنويه جات للزمالك، مسك كوره، وده طبيعي، يعني الزمالك مش مجرد ان هو عايز يتعادل، لا ده كان عايز يكسب المباراه. فاندفاع الزمالك ورجوع المحله كان طبيعي، لان المحله مش كان قدامها حاجه غير ان هي تدافع ال 45 دقيقه التانيين عشان تقدر تحافظ على النتيجه. ما هي فوقان الزمالك في الشوط الثاني كان ممكن يوسع النتيجه، وزي ما شفنا حارس المحله احمد ميهوب خد رجل المباراه وما خدهاش من فراغ، لانه الشوط الثاني شال حوالي 4 أو 5 فرص محققين. لكن ان انت بقى بتلعب كنادي الزمالك، انت اصلا متوتر، لعيبه متوتره، مدير فني متوتر، عمل خلاص عمل تغييراته ومسك كوره، وبس اللعيبه تحس ان هي كانت مستعجله على الفوز قبل ما تتعادل، وده المفروض الاول كلاعب في نادي الزمالك يبقى الفرق هدف، وبعد كده اتعادل، وبعد كده افكر في المكسب. لكن لعيبه الزمالك من الشوط الثاني تقريبا كانت بتفكر في المكسب قبل ما تتعادل. المباراه دنتها سجال من طرف واحد، تقريبا ما جاتش فرصه على عواد الشوط الثاني، كلها كانت يعني كور تحس ان لعيبه المحله عايزه تخلص الماتش، فكانت بتتطرف على الاجناب، كانت بتاخد الكوره وتسرح عشان خاطر تخلص الماتش او تخلص باقل الخسائر. طبعا بيبداوا في الشوط الثاني، سيف الجزيري بيستغل خطا من مدافع المحله وبياخد ضربه جزاء بيعملها بازوكا وبيسجلها احمد سيد زيزو اللي دخل بكل ثقه، بعيد عن فلسفه ضربه الجزاء بتاعه كاس مصر اللي هي كانت قدام بيراميدز. عبد الباقي جمال برده اللي حقيقي ان هو حاول يامن خطوط الوسط الاول، وبعد كده
رمى ورقة هجومية زي عبده يحيى او يضغط على دفاع الزمالك عشان ما يتقدمش. رجل المباراة النهاردة كان عبد الباقي جمال مدرب المحلة، لانه اولا مدير فني يعتبر ان هو مؤقت لسه شاب، يعني كان مقسم الماتش على فترات، الراجل واقف على الخط مقسم المباراة، عارف امتى يدافع وامتى يمسك نص ملعب. لعيبة برضو من اللي عجبتني النهاردة كان حميد ماو، راجل بيعرف يخلص الكرة في نص الملعب، كورته سهلة، انتهى الماتش لصالح المحلة عشان بعد المباراة يتم إقالة فيريرا وتعيين كابتن أسامة نبيه. هو شال بس العناصر الأجانب وحط الرجالة بتاعته، وهو كان باين ان هو كان ميال لأسامة نبيه من فترة، بس كان الشرط الجزائي بتاع فيريرا مستصعب ان هو يدفعه. لكن لما انت في 6 مباريات ما تكسبش ولا ماتش، تسجل 4 اهداف وتستقبل 9 اهداف، يعني من اول سنة 2023 من اول مباراة اسوان الزمالك ما كسبش، خسر 3 مباريات ومنهم مباراة الكاس، خسر من اسوان وخسر من الاهلي وخسر النهاردة من المحلة. في 6 مباريات يخسر 3 ويتعادل 3، تعادل مع الداخلية وكان وتعادل معاه في الدقيقة 96، تعادل مع الاتحاد السكندري في مباراة سلبية جدا، وتعادل مع المقاولين. فهي من بداية السنة وعند فيريرا واللي احنا اتكلمنا فيه ان هو بيعند على حساب الفرقة، صفقاته حتى كلها فنكوش، كان طبيعي ان هادي تبقى نهاية مشوار فيريرا مع الزمالك. بس مش فيريرا لوحده اللي يشيل المسؤولية، اللعيبة كمان عليها مسؤولية كبيرة، بس هي غصب عنها دي امكانيات فرقة. هم بيطلعوا في قناتهم في قناة الزمالك ينفخوا في اللعيبة واحسن لعيبة في مصر بأمارة ايه؟ قول لي ماتش كان فيه كورة او فيه جمل انت عندك 2 لعيبة انت اللي يعني الاثنين لعيبة دول هم اللي مبنى عليهم خطة الزمالك، لو عطلوا عطلوا للزمالك، سواء كان احمد السيد زيزو او امام عاشور، غير كده مفيش لعيب. ما تقولش احسن لعيبه في مصر ونفخت لعيبتك وجت على دماغك، جت على دماغك كاعلام زملكاوي، يعني نهايه طبيعيه لمدرب ما بيقدمش اداء، اللعيبه مش واقفه على رجلها في الملعب، كل ماتش خطه شكل، كل ماتش مكان وتمركز للعيب جديد، اللعيبه ما بقتش حافظه حاجه في يعني اللعيبه تحس ان هي ما بتتمرنش على حاجه ثابته. فده كان نتيجه طبيعيه إقالة الجهاز الفني. وخد بقى غطسة للزمالك شوية كده عقبال ما نعرف ايه الزمالك تاني، لان كده كده أسامة نبيه مش هيكمل، كده كده أسامة نبيه ما ينفعش فرقة زي الزمالك. كده بخلصنا كلامنا على نادي الزمالك، نتكلم بقى على مباراة الاهلي. الف مبروك لجماهير الاهلي على النتيجة، لكن الاداء علينا ليه تحفظ وليه اسباب. اسبابه ان انت جاي من مباراة قمة، والاهلي تقريبا بعد بطولة او بعد مباراة قمة ما بيقدمش احسن حاجه في المباراه اللي بعدها، وده كان الاختبار الصعب المره دي لمارسيل كولر. محدش يفتكر ان الماتش كان سهل، ان انت كمان انا متسميه فوز النهارده فوز باقل الخسائر، ايجابياته اكتر من سلبياته. انت كسبت 1-0، انت تقول لي بقى ان انت عملت ماتش عالمي قدام الزمالك وكسبت الزمالك 3-0، والنهارده البنك الاهلي يعني 1 بالعافيه، وكانت النتيجه مهدده ان في اي وقت ان انت ممكن تتعادل او كده. لكن انا خاف امتى؟ لما يبقى عليا سلم الهجمات واطلع 1-0. لكن انا الشناوي ما تشطش عليه كوره، يعني الشناوي ما تشطش عليه كوره طول التسعين دقيقه، كل الكور كانت بره ال3 خشبات. تاني حاجه من ايجابيات الماتش برضو ان انا جربت لعيبه في كذا مركز. طبعا بمناسبة تغيير اللعيبة او تغيير المراكز للماتش التاني، بحي خالد عبد الفتاح على مستواه، ان الراجل في 3 مباريات يعني هو كل تاريخه مع الاهلي 3 مباريات كل ماتش لعب في مركز شكل واجاد في ال3 مراكز، ونوعية اللعيبة اللي انت بتختارها اللي هي بتبقى جوكر دي يعتبر ان انت جبت 3 صفقات في صفقة واحدة. ربنا يبعد عنه الاصابات ويثبت مستواه. الراجل بيثبت ان هو يعني صفقة كان يعني جدير او صفقة ناجحة للنادي الاهلي، العين اللي جابته عين كويسة، شافت فيه لاعب كورة سنه صغير، البدني بتاعه عالي سريع، فان هو كمان يبقى عنده مرونة تكتيكية ان هو يلعب لك اول ماتش ينزل باك يمين،
تاني ماتش بينزل مساك قدام الزمالك واول مباراة يلعبها اساسي ويثبت كفاءته، تالت ماتش بيلعب شوط باك يمين وبيجيد دفاع وهجوم وبيبقى فيه كيمياء بينه وبين الجناح اليمين اللي هو كان طاهر او احمد عبد القادر سواء السويتشات اللي كانت بتتعمل، ولما يبدا الشوط الثاني ان هو عايز يطلع احمد حسن كوكا اللي هو مثلا كان بيجربه لمده شوط، الراجل يعني تحس ان هو مخطط كل حاجه، ينزل محمد فخري اللي بيلعب برده لاول مره في مكانه عشان طبعا محمد هاني ما كانش موجود، ويلعب بخالد عبد الفتاح باك شمال، اي نعم ما اجتش هجوميا بس كان برضو فيه كيمياء بينه وبين الجناح اللي بيلعب قدامه، وطبعا اللي كان اكتر وقت لعب قدامه كان احمد عبد القادر، كان في جمل بتتلعب ما بينه وما بين نص الملعب سواء ديانج او حمدي فتحي واحمد عبد القادر، ده غير ان هو طبعا لا غبار عليه في الناحيه الدفاعيه. ده كان كلامي عن خالد عبد الفتاح اللي يستحق كل كلمه ويستحق ان هو الواحد يتكلم عليه ويديله حقه. لكن الفضل الاكبر بقى ومن ايجابيات الماتش النهارده بتاع النادي الاهلي ان انت شلت ناس من سكواد كانت بتلعب ورجعت ناس من الاصابات اطمنت عليها حتى لو لاجزاء بسيطه، يعني النهارده ما فيش حد من الناس اللي كانت غايبه بقى لها فتره ما لعبتش. عندك بدات اساسا بحمدي وديانج ولعبت معاهم مروان عطيه عشان تلعب بثلاثه نص ملعب، تمام، ولعبت النهارده باربعه ثلاثه ثلاثه صريحه، غيرت الادوار بتاعه حمدي فتحي ومروان عطيه، ثبتت حمدي فتحي ورا مع ديانج وخليت مروان عطيه هو اللي يقوم بالدور اللي كان قايم بيه حمدي فتحي في مباراه الزمالك. فكره ان انت كمدير فني تطمن على لعيبتك وتطمن على كل لعيب ممكن تاخد منه ايه في التسعين دقيقه، مش مهم مركزه ايه، المهم ان انت تعرف تطلع منه ايه. وكان طبعا سبب النهارده الجمله بتاعت الاهلي اللي هي كانت من ناحيه احمد عبد القادر اللي هي كان بيعملها معلول، عملها احمد عبد القادر النهارده لغياب معلول، مروان عطيه اتحرك كويس وشاطها ابو جبل صدها، وهو ده التمركز المهاجم الصح اللي هو بياخد كل كره ساقطه، ويقدر محمد شريف اللي مباراه القمه رجعت ثقته في نفسه كمهاجم للنادي الاهلي، هداف الدوري الموسم اللي قبل اللي فات. فالمباراه كلها ايجابيات، رجوع محمد شريف، انت اطمنت على المصابين، اديتهم حساسيه المباراه، مخلص مباراتك قبل ما يتاجل لك مباراه في الدوري وانت فارق عن الزمالك 11 نقطه، وانت فارق عن فيوتشر اللي في المركز الثاني بست نقط، فرق مستريح مع النادي الزمالك وفرق برده مستريح مع فيوتشر، لان كلنا شفنا النهارده فيوتشر التعادل، فالفرق اللي زي فيوتشر وبيراميدز انت ما تخافش منها لما يكون الفرق بينكم قريب، لان هم كده كده طموح البطوله او طموح الاستمراريه ان هم مثلا ياخدوا 7-8 ماتشات فوز متتالي ده مش عندهم، فانت ما تخافش، انت كل اللي تعمل له حساب الفرق اللي بينك وبين الزمالك، فانت وسعت الفرق ل 11 نقطه، ده فرق مستريح قبل ما يسافر كاس العالم للانديه، طالع بمعنويات، رايح بطوله عالميه تلعب في جو بعيد عن الدوري المصري، رايح وانت معنوياتك مرتفعه، مش من ماتش النهارده ولا ماتش الزمالك، لا ده انت قبلها طلع سموحه من الكاز 3-1 باداء كويس، كسبان بيراميدز 3-0، كسبان الزمالك 3-0، كسبان اخر ماتش ليك في الدوري، فالاجواء العامه او المناخ صحي ان انت تروح بطوله تبقى بالمعنويات ديت، رجع لك مثلا 90% او 80% من المصابين، يعني قلنا الماتش اللي فات الاهلي بمن حضر، النهارده برضو الاهلي بمن حضر لان التشكيل مختلف عنه 7 لعيبه عن تشكيل الماتش اللي فات، اي سكواد معاك اي لعيبه معاك بتقدر تنفذ بيهم تكتيك او بتنفذ بيهم خطه وتكسب، فده بيدي دافع معنوي للعيبه، غير كمان ان اللعيب اللي راجع من الاصابه عايز ياكل النجيله عشان عارف ان في بديل ليه كفء، مش بديل واحد لا ده بديل واثنين وثلاثه، فكلها اجواء صحيه لكره القدم، فوز بيريح وبيخليك تلعب مرتاح من غير توتر. الشوط الاول اللي مثلا الشوط اللي الناس شافته ان هو مش احسن حاجه للاهلي، بس الراجل بيلعب ب 4-3-3 عايز يجرب حاجه جديده، ما كانش الاهلي ماسك كوره بس الاهلي كان فرصه اخطر، كان بيروح اكتر، الشوط الثاني نزل قفشه، رجع قفشه المستوى ان هو يعرف يلم الملعب ويمسك كوره، برجوع طاهر والسوليه من الاصابه انت بتطمن عليهم لاطول فتره، طاهر لعب من اول المباراه، السوليه نزل في الدقيقه حاجه و60، شادي حسين بس هو
اللي كان عليه علامة استفهام ان هو ساب محمد شريف لأطول من كده، كان المفروض يدي شادي حسين شوية 10 دقايق مثلا او ربع ساعة. نزول بيرسي تاو برضو من لمساته باين ان هو حتى مش موظفه مهاجم، لا ده كان موظفه المركز المحبب ليه اللي هو جناح يمين. الراجل كان تحس ان هو يعني وحشاك كورة، عايز يسجل بيلم ويشوط. يعني لما اللعيبة دي تلعب مع بعض اكتر هيطلعوا حاجة كويسة، وان انت عندك في كل مكان الاساسي والبديل والبديل كلهم في نفس المستوى، ده مفيد جدا لمارسيل كولر ومفيد للنادي الاهلي. نستنى نشوف اداء رجولي من النادي الاهلي يعبر عن شخصية النادي الاهلي. في لعيبة لسه هتكمل على السكواد الاهلي، وهتقدر ان انت شوف بقى في المرحلة اللي فاتت ديت انت يعني حط خبرتك كلها كمدير فني، ان انت لعبت عدد مباريات كويس، ومعنى ان انت بتلعب واحد زي خالد عبد الفتاح باك شمال، بتلعب واحد زي محمد فخري باك يمين، بتغير من وظيفة حمدي فتحي وبترجع قفشة، معنى كده ان انت فهمت كل لعيب يقدر يديك ايه، وفاهم اللعيبة اللي عندك كويس، وفاهم ايه الادوار اللي ممكن او المرونة التكتيكية اللي ممكن يلعبها كل لاعب. فانت دلوقتي ما بقتش غريب على الفرقة، حط كل خبرتك بقى في بطولة كاس العالم للأندية، وقدم اداء يليق باسم النادي الاهلي اللي هو مش غريب على البطولة. النادي الاهلي في المركز الثاني في المشاركة بعد اوكلاند سيتي، 8 مرات مشاركة، وقفت على المنصة 3 مرات، المشاركة الثالثة على التوالي، يعني ارقام كتير بتكبر النادي الاهلي اللي الفيفا نفسه ما ذكرش ريال مدريد او ذكر حتى بطل افريقيا اللي هو الوداد زي ما ذكر النادي الاهلي في موقع الفيفا لكاس العالم للاندية. فالاهلي كبير، الاهلي عايزين شخصيته وشخصية تاريخه تبان في كاس العالم للاندية. والف مبروك لجماهير الاهلي، وهارد لك لجماهير الزمالك. عايز بقى الناس اللي كانت بتطلع تقول على جيزوالدو فريرا العبقري، واللي بتقول عليه البروفيسير، يفضلوا على كلامهم ما يتغيرش بعد ما الراجل مشي، عشان ده يبقى نفاق ورياء. الراجل مدرب كبير، مدرب كبير، وانا واحد اهلاوي بقول ان جيزوالدو فيريرا مدرب كبير، لكن الاجواء في مجلس الاداره وفي نادي الزمالك وفي نوعيه اللعيبه مش احسن حاجه، وهو اصلا مش شغال مرتاح. يعني مشان أسامة نبيه لأنه كان بيتدخل في عمله. عايز بقى أسمع رأي الناس بعد ما فريرا مشت، أكيد هيقطعوا في فروته سواء على القنوات سواء على السوشيال ميديا، فبطلوا نفاق. واللي وصل معايا لحد هنا ولسه ما اشتركش في القناة ينزل يشترك في القناة ويفعل زر الجرس عشان يوصله كل جديد. محتاج دعمكم الفترة الجاية، محتاج أكبر عدد من المشتركين، محتاج أكبر القناة. استنوني في حلقة جديدة إن شاء الله. كان معكم بندق، سلام. Thank you.